اللي صاير الكل يزي توسيا بيس صابونه تنشر ومش من اللي يجي معناتها من رئيس. لا 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 انا ما نسالش حتى صابون. اعطيني حاجه من صابون النادي خرجت. خليه كان اعطيني شهريه قلت من صابون النادي. لا ما تحاولش اول من الاول نوقفك. ما خرجت حتى صابون من النادي. نحكي عندي مشكله شخصيه. لا حكيت على جوارات قداش تخلص. لا حكيت على مشكله ما يترتب به. لا اطار فني لا حد شيء. نحكي على رئيس بلديه. نحكي مشكلتي مع رئيس جمهوريه ومشكلتي ماهيش مع فروق صغار تحاوش من بلاصه لبلاصه وتعمل في المخدرات. انا نقول لك ديريكت. وانا نتحدى اللي تحب انت. انا مشكلتي مع عباد كبار تا نقول برا شد قدرك وقعد على روحك كان تاخذ في شهريه خذها بالحليل وقعد على روحك. مستعد زاد نمشي نيابه سي عبد السلام سي عبد السلام سي عبد السلام نمشي نحل انا وياك نشوف شكون سيد عبد السلام نقول انت اللي انا نعم في المخدرات انا نطلب تو من النيابه الخصوص من العموميه نمشي والزوز تحليل نشوف شكون نعم في المخدرات انا ولا انت يا عبد السلام يا عبد السلام انا اقول لك الزطله توا نمشيو مع بعضنا نعملوا تحليل الزطله نشوفوا شكون يعمل الزطله انا ولا انت يا عبد السلام سعدي خلي طلب حق رد خلي نكمل نمشيو من الغدوه سقي لا تو يا سهيل بالراضي سهيل بالراضي سهيل بالراضي باعتبار انه انت جبت قبيله في سياق الحديث دونك عندك حق الرد في علاقه بالجد في سهيل بالراضي بالنسبه للصابون الداخلي وغيره اي ما نجم حق الرد لما ساعه نجم يتكلم تفضل فازي انا اعطيك الحق أولا ما فما حد يعطي فيا في شهرية خلف الهيكل اللي ننتمي له واللي أنا مستشار فني مع الجامعة الوطنية كرة قدم على زون الشمال الحمد لله ساعة مش مستوى أنت الحديث تاعي شكون كمربي أستاذ تربية بدنية متخرج من يا ما ربي تصبح خليه تصبح خليه تصبح سكران وما تمشيش للخشاش خليه يكمل لي أمان لا 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 وما تمشيش للتسعة متاع الصباح ما نشدوش قضايا بيرسونيل ما تحبش تخرج روحك في ذات مربي وما تربي واحد كل حقيقة قول أنا مشيت 12 يا سيد عبد السلام خليه نسمع أمان كم فرق اليوم ولا شنو عبد السلام ترى جيتيل شوية كي كتبته ولا كيفاش؟ كيفاش؟ نجمو نتكلموا معاك ما نفس شنو بربي أمان سهيل بالراضي هو عبد السلام سعيداني بربي أمان نقعدوا في مستوى معين لا ندخلوا لا في التحليل لا في السر ولا غيره بربي أمان يعيشكم ما نجمش نجاوب على حكاية سي أبي في درج وما نجمش نتكلم راني في ظل كيف حق الرد كان تحبوا نجم نجيب حذاكم الجمعة الجاية ساعتين تنجموا نحكي سكرنا البرنامج